هوية بريس نحو إعلام هادف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأوجه الشكر والتقدير لإخواني في الحركة على هذه الدعوة الكريمة في هذا الموضوع الدقيق، الموضوع الأسرة، الذي الأسرة هي نواة المجتمع، فجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة، وهذا مما أمر الله به أن يوصل وينبغي أن يستمر إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بهذا الموضوع، بموضوع المرجعية وبموضوع الضغوطات، بموضوع المواثيق الدولية التي ضغطت بشكل كبير على النظر في مدونات الأسرة، هو المواثيق الدولية. المواثيق الدولية نقول بها ويمكن أن نتفق معها، وبخاصة حينما تتعلق بالمشترك الإنساني بين الناس، لكن حينما تتدخل في خصوصيات الدول وحينما تتدخل في هوية الناس، هذا أمر فيه ما فيه. وبخاصة نحن عندنا مرجعية، هي المرجعية الإسلامية. ماذا نقصد بالمرجعية الإسلامية؟ نقصد بالمرجعية الإسلامية والرجوع إلى كتاب الله وإلى ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن، وإلى الاجتهاد المبني على قواعد الشريعة. وفي الوقت ذاته لا نستبعد الحكمة البشرية، بل ينبغي أن نعمل بالحكمة البشرية وأن نأخذ بها، وأن نستبعد ما شذ من فقه عند علمائنا رحمهم الله، لأنه عدد من الناس يظنون أن ما في كتب الفقه هي كله خير وصالح للأمة. لا، فقهنا فيه ما ينبغي انتخاله، وفيه عدد من الآراء هي غير صالحة لوقتنا ولا لأسرنا وبالتالي فهذه المواثيق الدولية، ينبغي أن تحترم هذه الخصوصيات، أن تحترم خصوصياتنا، وبخاصة أنه الآن انطلقت من قضية القضاء على التمييز بين المرأة والرجل في الجنس والدين، وستنتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة القضاء على أشكال التمييز بين على الحديث عن المثلية، يعني حتى يصبح أمر المثليين شيئا يعني معتادا، وهذا مما ينبغي. وبالتالي ينبغي أن نفكر في موضوع الأسرة بعيدا عن هذه الضغوطات الدولية وعن هذه المواثيق الدولية. نحن مع المواثيق الدولية ما لم تخالف نصا قطعيا من شرع الله سبحانه وتعالى، وما لم تخالف الفطرة الإنسانية. وعندنا الباب ديال الاجتهاد هو باب واسع، وعدد من الناس حتى الذين يقولون بالمواثيق الدولية يتحدثون عن الاجتهاد ولكن بمنظورهم. ولذلك نحن نقول الاجتهاد ينبغي أن يصادف محله وأن يصدر عن أهله، يعني ليس كل الناس يصلحون أن ينظروا في القرآن الكريم وأن يستنبطوا منه الأحكام والحكم وأن ينظروا في السنة المشرفة. لا، هذا يعني معنى هذا أنه نحن لا نحصر الاجتهاد في فئة معينة، بل نتحدث عن الاجتهاد الجماعي، الذي يحضر فيه الفقيه والطبيب والمهندس والطبيبة وعالم الاجتماع وعالم النفس، وبخاصة في هذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الأسرة. هذا الاجتهاد الجماعي المؤسس على 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 نظر مقاصدي منفتح هو الذي نقصد به. ونتحدث عن حينما نتحدث عن المرجعية، إنما نتحدث عن هذا الأمر. هذه المرجعية من 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 سيدافع عنها؟ أنا سأقول المرجعية الإسلامية هي مرجعية الشعب، وهي مرجعية الأمة، وهي قضية مجتمع، وينبغي للمجتمع أن يدافع عنها، ولا ننتظر آخرين سيدافعون عنها. نعم، في المرتبة الثانية بعد الشعب العلماء، هذا وقت ديال الكلام ديال العلماء،
هذا وقسهم، وينبغي أن لا يتواروا في مثل هذه المواطن، بل ينبغي أن يبوحوا بالحق وأن يقولوا كلمة الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم أهل الخشية، فينبغي أن يبينوا للناس ما نزل الله سبحانه وتعالى إليهم بهذا الاتساع اللي عندنا، وهذا السعة الموجودة في فقهنا. هذا ما يتعلق بهوية بريس نحو إعلام هادف.